المستشفى. واذا راح تم فين؟ سيبك منها. طيب ماشي. طيب. يعني راح يدخلوا في عبك اصلا يعني. انا ابتديت وكان كنت اسكن شقق متنقلة فكان عدد قططي بحد ما تجاوز 30 قط. قبل تقاعدي بالسنة بالضبط اشتريت هذا البيت وأويت كل القطط الحالية. سابقا ما كنت أقدر أويهم لأن ما عندي مكان، لأن مهما كان الشقق قصيرة والسكان يرفضون وجود حيوانات. حكايتي مع القطط أني ابتديت بأول قط جابه ابني لي، وكان قط صغير وعطاني إياه على أساس أني أم وأعرف أسبح وأكل. احتضنت القط وربيته وهو صغير، ومنه ابتديت العالم للقطط للإنقاذ. أمورة قطة فرعونية شحنت بمصر بسفينة للتجارة مع مجموعة كبيرة، واشتريتها بعمر 45 يوم أو أقل، وعالجتها 5 سنين. هي بخير الحين، بس قطة جميلة فعلا. أنا أعاني بشدة من توفير الأكل، التراب، فواتير العلاج. المجتمع الخليجي اللي تعرف عليه من 2014، طبعا أنا ابتديت 2014 الانستغرام، وابتدى المجتمع يتعرف عليه، فكان لي شريحة كبيرة من الأصدقاء، الكل يتبرع بمبلغ بسيط مساهمة في أكلهم وشربهم وعلاجهم. ولولا هذه المساعدات البسيطة أنا ما استمريت لليوم. أتمنى المجتمع يساندني في اللي أنا أسويه، لأن هم في النهاية حيوانات متخلى عنها، حيوانات بحاجة للمساعدة، بحاجة للطعام. عندي 17 قطة عمية بحاجة أن احنا نمد ديننا ونأكلهم ونشربهم.